هاي نعمة. هلو بوتيكات، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضلوا. رمضان كريم علينا وعليكم على كل اللي تابعونا. نعمة، برمضان جلابيات أو ملابس رسمية؟ ايش رأيك بجلابيتي اليوم؟ بتجنن. دولمة أو أوزي؟ دولمة أكيد، الدولمة حلوة برمضان. عطور عالمية أو عربية؟ شوفي، إحنا برمضان دائماً وخصوصاً بالدول الخليجية نحب العطور العربية والبخور. مالح أو حلو؟ بما أنه مالح وحلو ودائماً نحب الحلويات برمضان، أنا دائماً عكس العالم أحب الشيبس. شو الطبخة اللي ما بتعرفي تسويها؟ منسف، أصعب شيء بالحياة. طيب يومك برمضان أي ساعة ببلش؟ بداية الظهر، حتى نعيش أجواء رمضان ونطبخ أكيد. وحكي لنا عن روتين عنادك والبشرة في رمضان. لازم إلها قاعدة، تعالوا نقعد. يلا. دائما يعني أنصح متابعيني بشرب المي بالدرجة الأولى، كون إنه إحنا بفترة تغيير الجو، بفترة رمضان والصيام، دائما بشرتنا تتغير، تكون ناشفة أكثر، فنحافظ عليها بالدرجة الأولى المي. المي المي المي، ومن بعدها نبدا بروتين السكين كير. اكيد في كثير برودكتات احنا بشرتنا ترتاح لها، بشره عن بشره تختلف، ولكن دائما نختار البرودكت اللي يكون هو يوالم جميع انواع البشره. مثلا انا اللي استخدمه دكتور جي، هذا اموت عليه، كلش احبه، يرطب بشرتي، ينطيها ترطيب كلش عالي، ينطيها نضاره، وهذا دائما معايا فعلا، يعني بكل السفرات معاي دائما بالشنطه، لما احس بشرتي بلشت تتعب دائما استخدمه قبل الميك اب خصوصا. اما جيناين سكان، هذا دائما معاي بكل سفراتي قبل المناسبات، لما تكون بشرتي تعبانه، وتعرفون انتم دائما لما بشرتنا تتعب اكثر شيء يبين بيها هي تحت العين، فهذا هو لتحت العين، ماسك تحت العين، انا كلش احبه ودائما وياي، حفظوها لانه ممتاز. واكيد بالنهايه دائما اختار من نوفا كلير، هذا البرودكت اللي اذا كانت تطلع لنا حبه او مثلا تصبغ بسيط بالبشره يبين البشره تعبانه، ما استغنى عنه، دائما احطه قبل لا احط الميك اب او حتى بالليل. صرتوا عارفين شنو المنتجات اللي استخدمها برمضان واللي مستحيل استغنى عنها. رمضان كريم وينعاد عليكم. سؤالي اليوم لكم، شنو المنتج اللي استخدمه تحت عيني؟ هو ماسك، بس اكيد انتم تعرفون الاسم، ذكروه حتى تاخذون جائزه قريبا.